بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله رح نبلش نحكي عن Concept Editing Board 2 which is the light reactions convert solar energy to chemical energy of ATP and NADPH. هلأ إحنا بنبلش نفصل باللايت reactions اللي بتحول لي solar energy into chemical energy. يا جماعة اسمعوا صوت الغاز. على فكرة الدنيا ليل هلأ عندي، وسبحان الله أنا الغاز مستهدفني. أوكي طيب، إذن هلأ إحنا بدنا نحكي عن اللايت reactions اللي بتحول لي السولار انرجي into chemical energy of ATP and NADPH. إحنا المرة الماضية كنا نحكي عن إنه الفوتوسينثيسيس يقسم إلى two steps، أوكي اللي هم اللايت reactions والكالفين سايكل. إحنا هلأ عمالنا منفصل باللايت reaction اللي نواتجها هم الـ ATP and NADPH. So chloroplasts are the chemical factories powered by the sun. إذا مين هم الكيميكال فاكتوريز جوات النبتة؟ اللي هم الكلوروبلاست اللي رح يعملوا لي عملية البناء الضوئي عن طريق طاقة الشمس، أوكي؟ Their thylakoids transform light energy into chemical energy of ATP and NADPH which will be used to synthesize glucose and other molecules that can be used as energy sources. إذا NADPH والATP اللي بينتجوا معي من اللايت reactions اللي بتصير في الثايلاكويد membranes، هدول بعدين رح يوفروا لي طاقة علشان الكالفين سايكل تشتغل وتصنع لي الجلوكوز and other molecules that can be used as energy sources للنبتة نفسها أو للكائنات الحية اللي تتغذى على هاي النبتة. So to better understand the conversion of light to chemical energy we need to know about some important properties of light. علشان نقدر نتعرف كيف طاقة الشمس عم تعطيني القوة علشان اللايت reactions علشان اللايت reactions مظبوط إنها تتحول اللايت energy ل ATP and NADPH، بدنا نعرف شو طبيعة الضوء، ايش هو الضوء. اوكي احنا كنا ماخدين فكرة بالتوجيه عن انه الضوء هو عبارة عن فوتونات، اوكي، وحكينا انه الضوء بيسلك سلوك موجي وسلوك جزئي، اوكي يعني له سلوك موجي وله سلوك جزئي. هلا بدنا نتعرف شو هدول السلوكات وكيف بيشتغل اللايت بالضبط وشو تأثير اللايت على صبغة الكلوروفيل جوات النبتة، شو دخل الكلوروفيل بموضوع البناء الضوئي. هلأ بالضبط رح نعرف هذا الموضوع. بداية بدنا نحكي عن nature of sunlight، طبيعة ضوء الشمس. Light is a form of energy known as electromagnetic energy also called electromagnetic radiation. إذا اللايت عنا هو عبارة عن شكل من أشكال الطاقة يطلق عليه اسم الالكتروماجنتيك انرجي او الطاقه الكهرومغناطيسيه، وكمان اسم ثاني بيحكوا عنه الكتروماجنتيك راديشن او الموجات الكهرومغناطيسيه. ليش سموها موجات؟ لانه الالكتروماجنتيك انرجي الطاقه الكهرومغناطيسيه هي it travels in rhythmic waves okay analogous to those created by dropping a bubble into a pond. كيف يعني؟ شو يعني هاي الجملة الغريبة العجيبة؟ هاي الجملة يا جماعة تعني إنه اللايت بيشتغل كويفز، أوكي؟ ليش بينتقل كويفز؟ يعني light electromagnetic energy travels in rhythmic waves. شو يعني؟ يعني إنه الموجات الكهرومغناطيسية هاي أو الطاقة الكهرومغناطيسية هاي تبعت الضوء تنتقل على شكل موجات متناغمة، rhythmic يعني تناغم أو إيقاعي، أوكي؟ يعني هي تنتقل على شكل موجات متناغمة بتشبه الموجات اللي بتطلع لما أنت ترمي بيبل into a pond. لما ترمي بيبل يعني حصوة أو صخرة صغيرة على البحيرة أو على البركة، أوكي؟ على بركة مي بتطلع حواليها زي الموجات، أوكي؟ هذا اللي بنقصده بكلمة موجات أو موجات ضوء، نفس الإشي يعني موجات، أوكي؟ بس إحنا ما بنشوفها، أوكي؟ So electromagnetic waves, however, are disturbances of electric and magnetic fields rather than disturbances of material medium such as water. هاي جملة كتير مهمة، بيقول لك إنه electromagnetic waves هم عبارة عن disturbances أو اضطرابات للإلكتريك والماجنتيك فيلدز، للحقول الكهرومغناطيسية، للكهربائية والمغناطيسية. إذا الإلكتروماجنتيك ويفز أو الموجات الكهرومغناطيسية هي عبارة عن اضطرابات في الحقول الكهربائية والحقول المغناطيسية
عوضا عن rather than disturbances of a material medium such as water. يعني هما مش عبارة عن وسط مادي زي الضوء، اوكي؟ فأنا لما أحكي كلمة electromagnetic waves أنا عم بحكي عن اضطرابات كهرومغناطيسية، عوضا عن بدلا من إني أحكي إنه هي عبارة عن اضطرابات مادية زي المي، اوكي؟ فهذا الاختلاف بين الموجات اللي بتطلع على المي لما أرمي عليها حصوة وبين الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتسافر بشكل rhythmic، اوكي؟ متناغم أو إيقاعي، اوكي؟ The distance between two crests or the distance between the crests of electromagnetic waves is called the wavelength. اوكي okay. هاي الطول الموجي. اوكي okay. احنا كنا عارفين انه الطول الموجي لما كنا ناخذ فيزياء هو عباره عن المسافه بين قمتين او قاعين. هون حاكي لك انه المسافه بين قمتين بيمثل لي الطول الموجي اللي هو لامدا كان رمزه بالفيزياء زمان. اوكي okay. فالطول الموجي هو المسافة بين قمتين أو المسافة بين قاعين، بس بالعادة هون بالكتاب حكي لك between two crests، أوكي، بين القمتين of electromagnetic waves بسموه شو ال wavelength. إذا الطول الموجي أو ال wavelength هو المسافة أو ال distance between the crests of electromagnetic waves، أوكي. Wavelengths range from less than a nanometer to more than a kilometer، أوكي. فال wavelength الأطوال الموجية تتراوح ما بين أقل من نانومتر زي موجات جاما أو أشعة جاما، أوكي، to more than a kilometer زي الراديو ويفز. فالراديو ويفز بنعتبرها موجات طويلة، أوكي، ممكن تتجاوز الكيلومتر بطولها الموجي، أوكي، بينما الجاما رايز بنعتبرها موجات قصيرة طولها الموجي بيكون أقل من نانومتر. The entire range of radiation is known as the electromagnetic spectrum. اوكي شو يعني الالكتروماغنتيك سبيكترم؟ هو الطيف الكهرومغناطيسي اللي كنت تاخذوه برضو ايام المدرسه، بيعبر لي عن الانتير رينج اوف راديشن، بيعبر لي عن كل الموجات، اوكي، عن كل الموجات، عن كل رينج الموجات الموجوده بالعالم او اللي احنا بنعرفها. سو زي ما احنا متعودين، هي هالصوره هي قديمنا الجديد، اوكي، حكينا انه الجاما ريز ممكن تكون اقل من نانومتر، بينما الراديو ويفز ممكن تكون اعلى من كيلومتر. فالراديو ويفز بنعتبر الطول الموجي تبعهم عالي، بينما الجاما ريز بنعتبرهم موجات قصيره شورت ويفز. اوكي، انا اللي بيهمني من هاي الرسمه انه نعرف الفيزبل لايت او الضوء المرئي اللي هو عباره عن اللون الابيض اللي بينكسر بواسطه البريزم، اوكي، او المنشور الزجاجي. سو وايت لايت is a mixture of all wavelengths of visible light. Okay. فالvisible light كل الألوان المرئية لما تندمج مع بعضها بتعطيني اللون الأبيض. A prism can sort white light into its component colors by bending light of different wavelengths at different angles. شو يعني هالجملة؟ البريزم اللي هو المنشور الزجاجي بيقدر إنه يكسر الضوء الأبيض للكومبوننت كلرز تبعونه، للألوان المكونة له، عن طريق إنه يعمل بيندينج أو انحراف لللايت of different wavelengths، أوكي، من موجات كهرومغناطيسية مختلفة at different angles، على كل زاوية بيعمل انحراف معين. فهذا الإشي اللي بيخلي مثلاً الدروبلتس of water اللي بتكون موجودة في الأتموسفير تشكل لي الرينبو، أوكي، تمام؟ فالفيزبل لايت درايفز الفوتوسينثيسيس. هلا بنحكي عن هاي المعلومه، بس خليني هلا بالفيزبل لايت. الفيزبل لايت يا جماعه الرينج تبعه يتراوح ما بين، او الويف لينث تبعه يتراوح ما بين 380 نانومتر الى 750 نانومتر، اوكي. فالويف لينث تبعه للويف لينث رينج تبع الفيزبل لايت من 380 ل 750 نانومتر، اوكي. والفيزبل لايت هو الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه، اوكي، بالهيومن اي، بالعين المجرده. وهذا ناتج عن اندماج الوان الطيف السبعه، اوكي، اللي بيصير له انكسار عن طريق المي الموجوده في الاتموسفير او عن طريق البريزم او المنشور الزجاجي. بيقول لك ليش انا مركزه على هذا الموضوع، ليش مركزه على الفيزبل لايت من بين كل انواع الموجات؟ لانه الفيزبل لايت درايفز فوتوسينثيسيس، لانه الفوتوسينثيسيس بصير بوجود الفيزبل لايت. يعني الفيزبل لايت هو همي، هو الطاقه الضوئيه اصلا اللي بتجيني من الشمس، لانه احنا عارفين انه الشمس بتبعت موجات من اطوال موجيه كثير مختلفه، ويمكن حتى مش بس فيزبل لايت بتبعت، اشياء ثانيه غير الفيزبل لايت. ولكن انا عندي طبقه شو، طبقه الاوزون، طبقه الاوزون هاي بتاخذ لي الاشعه اليو في لايت، اوكي، بتاخذ لي الالترا فايوليت لايت، اشعه فوق البنفسجيه، اوكي، بتمتصها بتاخذها عشان ما توصلنا احنا، لانها مؤذيه هي الاشعه،
اوكي، ومثل ما بنعرف انه هلا بما انه انخرمت طبقه الاوزون وصارت خربانه وابصر كيف صارت توصلنا الاشعه فوق البنفسجيه وتاذينا، اوكي. بس اللي بيهمني هون انه الشمس، اللي بيهمني من ضوء الشمس اللي بوصلني هو الفيزبل لايت، لانه الفيزبل لايت هو اللي رح يشتغل في الفوتو سينثيسيس. سو الالكتروماجنتيك سبيكترم هو هذا اللي كنت عم بشرح عليه هلا، اذا هذا اسمه الكتروماجنتيك سبيكترم، اوكي. The segment most important of life in the, is the narrow band from about 380 nanometer to 750 nanometer in wavelength. إذا اللي بتهمنا هي ال visible light. الراديشن اللي بندخل عليه اسم ال visible light. ليش سموه visible light؟ لأنه إحنا it can be detected as various colors by the human eye. نقدر إحنا نشوفه كألوان مختلفة، كألوان الطيف السبعة. The model of light as waves explains many of light's properties. بقول لك لما حكوا انه اللايت هو عبارة عن موجات، انه الضوء هو يسلك سلوك موجي، اوكي، كان هذا الاشي بيفسر اغلب او العديد من الصفات اللي بتخص الضوء. ولكن but in certain respects light behaves as though it consists of discrete particles called photons. فاللايت هو مش عبارة عن waves، هو عبارة عن waves يسلك طبيعة موجية and يسلك طبيعة البارتيكلز، discrete particles، يسلك طبيعة جزيئية، اوكي؟ وكيف فسروا هذا الموضوع؟ فسروه بوجود الفوتونز أو الفوتونات، فالفوتونات هي السلوك البارتيكلي، اوكي؟ البارتيكلز يعني سلوك الديسكريت بارتيكلز تبع الضوء، هو السلوك الجزيئي، اوكي؟ أو المولكيولار بيهيفير تبع الضوء، فالضوء له ويف بيهيفير، اوكي؟ والمولكيولار بيهيفير سلوك جزئي، اوكي؟ السلوك الجزئي تبعه هو الفوتونز، اوكي؟ اما السلوك الويفز تبعه، السلوك الموجي تبعه، السلوك الموجي تبع الضوء، اوكي؟ هو الالكتروماجنتيك ويفز، الطبيعة الكهرومغناطيسية تبعت الضوء اللي كنا نحكي عنها، اوكي؟ بس هلا احنا بدنا نحكي على الفوتونز، على السلوك الجزئي تبع الضوء. Photons are not tangible objects، احنا ما بنلمسها للفوتونات، ولكن but they act like objects، اوكي؟ بيشتغلوا كأجسام. كيف يشتغلوا كأجسام؟ They act like objects in that each of them has a fixed quantity of energy. كل فوتون عنده كمية مثبتة من الطاقة، اوكي؟ علشان هيك احنا بنعتبرهم انهم بيشتغلوا كأوبجيكتس، علشان هيك الضوء له طبيعة جزيئية، مع انه انا ما بلمس الفوتونات هي، ولكن الفوتونات هي انا بعرف انه فيها طاقة، اوكي؟ The amount of energy is inversely related to the wavelength of light. فبالتالي كمية الطاقة الموجودة بهذا الفوتون تتناسب عكسيا، inversely related يعني تناسب عكسي مع الwavelength او الطول الموجي. فلمدا فالطاقة تبعت الضوء تتناسب عكسيا مع لمدا. ف the shorter the wavelength the greater the energy of each photon of that light. اوكي، فكل ما كانت الwavelength او الطول الموجي اقل معناته الـ amount of energy راح تكون اعلى، وكل ما كان الطول الموجي اكبر معناته الـ amount of energy راح تكون اقل، اوكي؟ فبالتالي هون لو بدي اقارن الراديو ويفز مع الجاما اكس راي، مع الجاما راي عفوا، مع الجاما رايز، بدي اقارن الجاما رايز مع الراديو ويفز، حكينا الراديو ويفز اعلى من كيلومتر، بينما الجاما رايز اقل من نانومتر، فبالتالي الجاما رايز بوسس مور انرجي ذان راديو ويفز، فيها انرجي اكثر من الراديو ويف، اوكي؟ لانه الطول الموجي لها اقل. Thus a proton thus a photon of violet light packs nearly twice as much energy as photon of red light. فبالتالي اللون الفوتون الموجود بالفيولت لايت او اللون النهدي راح تكون الطاقة الموجية له اعلى من اللون الاحمر. اوكي؟ Which is common sense, okay? Which is sense, okay? لانه ال 380 اقل من ال 750 فبالتالي الطاقة راح تكون اعلى. Although the sun radiates the full spectrum of electromagnetic energy, the atmosphere acts like a selective window. هي لما حكيت لكم انه الشمس عندنا بتعمل radiation للfull spectrum of electromagnetic energy، بتعطيني اشياء ثانيه غير visible light، ولكن عندي الاتموسفير بيشتغل كselective window، بمرق شيء وبمتص شيء عشان يمنعه من انه يمر. So it allows visible light to pass through while screening out a substantial fraction of other radiation. فبسمح لمرور الفيزبل لايت ولكن يمنع مرور الانواع الثانيه من الراديشن. The part of the spectrum we can see اللي هو الفيزبل لايت is also the radiation that drives photosynthesis. وهي حكيناها انه الفيزبل لايت هو اللي بشغل الفوتوسينثيسيس. طيب حكينا شوي عن الضوء.
بكفي؟ لا لسه انا مش بامان اني ادخل على الفوتوسينثيسز، لازم اتعلم كمان شغله، لازم اتعلم على البيجمنتس الصبغات اللي موجوده في النباتات اللي بتعمل فوتوسينثيسز. فلا انا بدي احكي عن الفوتوسينثيتك بيجمنتس اللي اسمهم الثاني لايت ريسبتورز، اوكي، مستقبلات الضوء جوا النبته. ايش انواعها لمستقبلات الضوء جوا النبته؟ بدايه احنا بنعرف انه الضوء، اوكي خلينا نشغل البينت. سو احنا بنعرف انه الضوء لما هاي بدي ارسم، هاي اعتبروها اي اوبجكت، اوكي هاي مكعب او شبه مكعب او اللي بدكم اياه، اوكي. طيب هلا هذا المكعب بدي امرق عليه ضوء، ضوء باللون احمر، خليه اصفر او برتقاني عشان يطلع واضح، اوكي. هاي الضوء بده يمر من هون. هلا الضوء قدامه ثلاث خيارات، اما انه يتم امتصاصه فبيبطل يبين، او انه يمر يصير له ترانسميتنج، اوكي ترانسميشن، او انه ينعكس يصير له ريفليكشن، اوكي. فعندي ثلاث حالات. الحاله الاولى انه يتم امتصاصه، هي رسمتها هيك عشان تم امتصاصه، ولكن لما يتم امتصاص الضوء بيختفي اللون، هلا بنوضح كيف. او الحاله الثانيه انه ينعكس، اوكي، والحاله الثالثه انه يمر، اوكي. هي الثالثه، هي الاولى، بس الاولى هلا سيبوكم منها مش كثير واضحه لانها على الرسم بتكون، وهي الثانية. إذا عندي حالات للضوء، إما to be reflected، أوكي، أو to be transmitted، أو to be absorbed، أوكي، absorbed يعني يتم امتصاصه فبيختفي، أو to be reflected ينعكس فبقدر أشوفه، أو to be transmitted يمر يعبر فبقدر أشوفه برضه. طيب when light meets a matter، لما اللايت يوصل على مادة، it may be reflected ممكن ينعكس، it may be transmitted ممكن يمر، أوكي، or absorbed ممكن يتم امتصاصه. فهي الثلاث حالات اللي بتصير لما اللايت يمر او يوصل على المتر، على اي اوبجكت موجود بالحياه، ممكن يعكسه، ممكن يمتصه، ممكن يمرقه. Substances that absorb visible light are known as pigments. اذا Substances اللي بتمتص ال visible light بنسميها pigments او صبغات. اذا كل substance بتمتص ال visible light بطلق عليها اسم pigment. فكلمة pigment تعني صبغة، اوكي، رح تمر عليكم كتير 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 بحياتكم، اوكي. Different pigments absorb light of different wavelengths. كل pigment حسب خصائصها الكيميائية بتمتص اللايت على different wavelengths، على أطوال موجية مختلفة حسب هي كيف خصائصها. And the wavelengths that are absorbed disappear. أي إشي بيتم امتصاصه بيختفي، اوكي. اذا الويف لينكس اللي تم امتصاصهم بيختفوا. If a pigment is illuminated with white light, the color we see is the color most reflected or transmitted by the pigment. اوكي، فبقول لك انه اذا كانت مثلا عندي بيجمنت لونها ابيض، اوكي، معناته هاي البيجمنت بتعكس او بتمرق اغلب الوان الطيف، اوكي، او كل الوان الطيف. بينما لو طلعت باللون الاسود معناته هي امتصت كل الوان الطيف، كل الفيزبل لايت امتصته. فبدي اياكم تفهموها من هلا. لما يكون عندي شغله لونها مثلا اخضر، معناته هي الماده بتمتص كل الالوان الثانيه، عفوا، مزبوط، بتمتص كل الالوان الثانيه ولكنها بتعكس او بتمرق الاخضر، اوكي. فبالتالي all other colors are absorbed، اوكي. Why the green color is either transmitted or reflected. بيكون انعكس أو مرق، أوكي؟ فالصبغة هون لونها أخضر معناته هي امتصت الألوان الثانية كلها وعكست أو مرقت اللون الأخضر، أوكي؟ So إذا كان اللون أبيض معناته هي امتصت، ما امتصتش إشي ولكنها عكست أو مرقت كل الألوان اللي إجتها، اوكي. فبالتالي the pigment absorbs all wavelengths. اذا البيجمنت امتصت كل الالوان it appears black. اذا امتصتهم كلهم، كلهم رح يختفوا، معناته لونها رح يطلع اسود. فالسياره السوداء بتكون امتصت كل الالوان وما عكست ولا شيء، عشان هيك السياره السوداء بيوم حار اذا الشمس ضاربه عليها رح تلاقوها كثير سخنه لما تلمسوها، لانها بتمتص الطاقه الضوئيه كلها، بتمتصها كلها، اوكي، ما بتعكس شيء. عشان هيك بقولوا لك بالصيف البس ابيض وقلل لبس الاسود. We see green when we look at a leaf because chlorophyll absorbs violet blue and red light while transmitting and reflecting green light. اذا ليش احنا بنشوف الكلوروفيل باللون الاخضر؟ لانه الكلوروفيل بيعكس
او بيعمل ترانزميشن اوكي للون الاخضر اوكي، بينما يمتص ات ابسوربز الفايولت بلو، يمتص البلو ويمتص الفايولت النهدي وبيمتص الريد اوكي، بس بيعكس الاخضر اوكي. The ability of a pigment to absorb various wavelengths of light can be measured with an instrument called spectrophotometer. كيف انا بعرف ايش قدرة البيجمنت او الصبغة المعينة او شو بتمتص هاي الصبغة المعينة الوان؟ عن طريق جهاز اسمه سبكتروفوتوميتر. رح تاخدوه لما تاخدوا لابات البيوكيمستري، رح تشوفوا كل صبغة تحت هذا السبكتروفوتوميتر وإشي كتير ممتع صراحة. So the ability of a pigment to absorb various wavelengths of light can be measured with an instrument called spectrophotometer. تحفظوا اسم الجهاز، إنه هذا الجهاز اللي بيقيس من خلاله قديش قدرة البيجمنت إنها تمتص الwavelengths لأنواع أضواء مختلفة. This machine directs beams of light of different wavelengths through a solution of the pigment and measures the fraction of light transmitted at each wavelength. إذا شو بتعمل هاي الماشين سبكتروفوتوميتر، كيف يقيس الابسوربشن للwavelength؟ بيجيب محلول من هاي الصبغة اوكي، محلول بمرقه جوات الجهاز اوكي، وبمرق عليه ضوء، الضوء هذا بيكون فيه different wavelengths، وبيشوف بعدين شو بيطلع معه اللون. هاي يا جماعة التجربة تبعته سبكتروفوتوميتر اوكي. هاي التجربة رح تعملوها بس تتقدموا شوي بالمستوى بالسنوات اوكي، عشان تعرفوا الابسوربشن سبيكتروم لاحقا تقيسوا اوكي. تمام، هلا بعد هيك بس تطلعوا نتيجة السبكتروفوتوميتر رح تعملوا اشي اسمه الابسوربشن سبيكتروم. شو يعني ابسوربشن سبيكتروم؟ تروحوا بتعملوا زي هيك اوكي، ولا اشي، مقطع سيني ومقطع صادي، تحت على المقطع السيني بتحطوا الويف لينث وعلى المقطع الصادي بتحطوا الابسوربشن اوكي اللي طلعتوه على السبكتروفوتوميتر. Okay, so a graph plotting a pigment's light absorption versus the wavelength is called absorption spectrum. إذا شو هو absorption spectrum؟ هو عبارة عن graph. Graph شو يعني؟ إني رسمت محور سيني ومحور صادي. على محور السينات بحط the wavelength versus the light absorption. Okay؟ على المحور الصادي بحط the light absorption. هلا بفرجيكم إياه. إذا هون أنا عندي هيو الابسوربشن سبيكترام او الابسوربشن سبيكترا للجمع اوكي. الابسوربشن سبيكترا حكينا بحط لنا الويف لينث اوكي بالنانومتر تحت مع الابسوربشن اوف لايت باي كلوروبلاست بيجمنتس اوكي، فوق بيكون هذا اوكي. فهذا بسموه شو؟ هذا اسمه الابسوربشن سبيكترام، ابسوربشن سبيكترام. طيب the absorption spectra of chloroplast pigments provide clues to the relative effectiveness of different wavelengths for driving photosynthesis. فأنا لما أعمل absorption spectrum للكلوروبلاست بيجمنتس أوكي، هذا بيعطيني دليل على الـ effectiveness أو فعالية هاي البيجمنتس على إنها تمتص different wavelengths، علشان هدول الـ wavelengths يعملوا لي driving للفوتوسينثيسيس عشان يصير عندي photosynthesis. بس قبل هيك لازم نكون عارفين إنه اللايت can perform work only if it is absorbed okay، يعني لازم يتم امتصاص الضوء حتى يقدر انه يعمل شغل اوكي. فاحنا الكلوروفيل بيمتص الطاقه الشمسيه الضوء الشمسي علشان يقدر يشتغل مثل ما رح نشوف بالتفصيل لاحقا ان شاء الله. فالفيجر اللي شفناها بتفرجيني الابسوربشن سبيكترا اوف 3 تايبس اوف بيجمنتس ان كلوروبلاست. احنا لازم نعرف انه الكلوروبلاست فيها 3 تايبس اوف بيجمنتس اوكي، يعني ثلاث انواع من الصبغات، عندي الكلوروفيل A وعندي الكلوروفيل B وعندي الكاروتينويدز اوكي. خلينا نشوفهم على الشكل عشان يصير اسهل عليكم النص. شوفوا لي هون باللون الاخضر الغامق هذا الاخضر المزرق عندي الكلوروفيل A. هلا بنحكي ليش لونه طلع اخضر مزرق، والاخضر الزيتوني هذا الفاتح شوي الزيتي هذا كلوروفيل B، ولكن اللون البرتقاني هذا كاروتينويدز. كاروتينويدز يا جماعة لما ناكل جزر بيحكوا لنا انه الجزر يقوي النظر، ليش؟ لانه بيمد العين بالكاروتينويدز. الكاروتينويدز بيشتغلوا كاشي اسمه لايت بروتكترز، بيحمونا من الاكسده اوكي. فالكاروتينويدز هدول بلاقيهم وين؟ ممكن الاقيهم بالكاروتس لما اكل جزر اوكي، بيحموا لي عيون الانسان، وبلاقيهم بالنباتات اللي بتعمل فوتوسينثيسيس اوكي. تمام، فمن هذا الشكل انا بشوف الويف لينكس اللي بيمتصها كل نوع من الضوء. فخلينا نطلع على اللون الاخضر المايل على ازرق، الاخضر المزرق هذا احنا شايفين انه بيمتص من عند الفايوليت اوكي، ومن عند البلو، وبيمتص من عند اللون الاحمر، ولكن ما بيمتص من عند اللون الاخضر. فعشان هيك طلع لونه، شو طلع لونه؟ طلع لونه
اخضر مزرق، اوكي، لانه ما بيمتص تقريبا من جهه الازرق ولجهه الاخضر، هدول بيعكسهم، اوكي، فبيطلع لونه اخضر مزرق. بينما الكلوروفيل بي، اذا شايفين الكلوروفيل بي شوي عامل شفت عن الكلوروفيل اي، يعني كميه الفيولت اللي بيمتصه اقل من كميه الفيولت اللي بيمتصه الكلوروفيل اي، ولكن بيعكس اللون الاخضر فقط، اوكي، ما بيعكس، ما بنحكي انه بيعكس شوي من الازرق، لانه هو ملامس. شوفوا لي، خليني امحي هاي عشان يبين معكم، هو ملامس لمحور السينات من عند اللون الاخضر اكثر من انه ملامس من عند اللون الازرق مثل صبغه الكلوروفيل اي، اوكي، فبالتالي بيطلع لونه على شكل اخضر زيتوني بدل اخضر مزرق، لانه بيعكس وبيمرق اللون الاخضر فقط، اوكي. بينما الكاروتينويدز يا جماعه شايفين عم تمتص كل شيء لحديت هون، كل ما بعد هون هذا كله بتعكسه او بتمرقه، فبالتالي بيطلع لونها يلو او بيطلع لونها اورنج، اوكي، يلو تو اورنج بيطلع اللون. سو عندي اول شيء انواع الصبغات الموجوده بالنباتات او في البلاستيدات، كلوروفيل اي. كلوروفيل اي از ذا كي لايت كابتشرينج بيجمنت ذات بارتيسيبيتس دايركتلي ان ذا لايت رياكشن. اذا اهم وحده هي الكلوروفيل اي، هي اللي بتشتغل بشكل مباشر في عمليه الفوتوسينثيسيس، في عمليه اللايت رياكشن. عندي واحدة تانية اللي هي الاكسسوري بيجمنت، اكسسوارات بسميها الكلوروفيل بي. كلوروفيل بي هلا بنحكي عنها لاحقا. اند ثالث نوع اللي هو سيبريت جروب اوف اكسسوري بيجمنت برضه بسميه الكاروتينويد. اذا عندي كلوروفيل اي، كلوروفيل بي، اند كاروتينويد. The spectrum of chlorophyll A suggests that violet blue and red light work best for photosynthesis since they are absorbed while green is the least effective color. فبقول لك انا لما اشوف كلوروفيل A لونها اخضر على ازرق، اوكي، واشوف انه هي اكثر وحده بتشتغل بالفوتوسينثيسز، واحنا بنعرف من زمان معلومه انه اللايت عشان يشتغل بالفوتوسينثيسز لازم يتم امتصاصه، فبالتالي بستنتج من هون انه لما يتم امتصاص الفيولت كلر، اوكي، والريد كلر هم اللي عم بعطوني الطاقه لحتى يصير الفوتوسينثيسز، وحتى الفيولت كلر لسه طاقته اعلى من الريد كلر، لانه اتفقنا انه الطول الموجي له اقل من الريد كلر. فهمتوا ليش الكلوروفيل اي هي اكثر وحده بتشتغل؟ لانه بيمتص الفيولت بلو وبيمتص الريد لايت، اوكي. This is confirmed by an action spectrum for photosynthesis. كيف اكدوا على هذا الكلام؟ راحوا عملوا شيء اسمه الاكشن سبيكترام. اذا اول شيء احنا حكينا انه عندنا شيء absorption spectrum. ثاني سبيكترام هون موجود عندي هو الاكشن سبيكترام. اذا عندي الاكشن سبيكترام علشان يتاكدوا من كلامي اللي هلا حكيته، انه الكلوروفيل اي بتمتص الفيولت لايت والريد لايت، هم اللي بيعطوني الطاقه لحتى يصير عندي الفوتوسينثيسيس. راحوا عملوا شو؟ راحوا عملوا بلوت برضه، حطوا الويف لينث هون، عندي الويف لينث على محور السينات وعلى محور الصادات حطوا الريت اوف فوتوسينثيسيس، يعني حطوا معدل او سرعه الفوتوسينثيسيس. كيف عرفوا معدل او سرعه الفوتوسينثيسيس؟ بيقيسوا الاو 2 اللي طلع من النبته او السي او 2 اللي امتصته النبته، هون هم قايسين لي الاو 2، اوكي، اللي طلع من النبته. فراحوا شافوا عند اللون النهدي الاو 2 اللي عم بيطلع عالي، وعند اللون الاحمر الاو 2 اللي عم بيطلع عالي، بينما عند اللون الاخضر الاو 2 اللي عم بيطلع قليل. فبالتالي لانه تم امتصاص اللون النهدي واللون الاحمر معناته صار عندي فوتوسينثيسيس، دليل انه هم اللي عم بيعطوني طاقه، دليل انه الشيء اللي بيتم امتصاصه هو اللي بيعطيني الطاقه للفوتوسينثيسيس، اوكي؟ هي لازم كثير تفهموها علشان تضمنوا انكم لاحقا فاهمين التشابتر ان شاء الله. سو انا عندي شيء اسمه الاكشن سبيكترام فور فوتوسينثيسيس. شو اهميه الاكشن سبيكترام هاد؟ سو هذا البروفايل which profiles the relative effectiveness of different wavelengths of radiation in driving the process. اذا هذا الاكشن سبيكترام اللي هلا حكينا عنه اللي هو الرسمه الثانيه كان بيحكي لنا عن قديش الويف لينث بتاثر على الفوتوسينثيسيس. So an action spectrum is prepared كيف بعمله؟ By eliminating chloroplasts with light of different colors and then plotting wavelength against some measure of photosynthetic rate سواء ال consumption of CO2 او release of O2. فبقول لك بجيب الكلوروبلاست بعرضها ل different wavelengths، اوكي؟ بشوف على كل wavelength قديش بتطلع O2 او قديش بتستهلك CO2، اوكي؟
The action spectrum من العالم اللي حطه اللي هو ثيودر انجلمان، اوكي، هو جيرمان بوتانيست، عالم نباتات الماني بال 1833. اوكي، طبعا هو كان عبقري كثير لانه على وقته ما كان في طريقه انه نقيس فيها الاكسجين. هذا بقول لك هذا الحكي صار قبل ما نلاقي طرق لحتى نقيس فيها الاكسجين. فانجلمان هذا شو عمل؟ He performed a clever experiment. Okay, عمل تجربة رائعة in which he used bacteria to measure rates of photosynthesis in filamentous algae. يعني استخدم البكتيريا عشان تقيس قديش عم بصير rate of photosynthesis بالطحالب. Okay, فالresults اللي حطها على شكل الspectrum اللي هو الaction spectrum اللي شفناه هون. Okay, طيب شو هي الرسمة الثالثة هاي؟ الرسمة الثالثة هي بتوضح لي الانجلمانز spectrum. Okay. كيف بالضبط صارت، وبيوضح لي انه هي بتشبه الرسمة اللي فوقيها علشان يأكد انه تجربة انجلمان كانت ناجحة. اوكي، لانه هون طلع معي مثلا تجمع الايروبيك بكتيريا الامتصاص تبعها للO2 او لنواتج عملية الفوتوسينثيسيس كان اكتر عند اللون النهدي وعند اللون الاحمر، معناته الفوتوسينثيسيس بصير اكتر عند هاي الالوان. اوكي، so the bacteria congregated in greatest numbers around the parts of algae illuminated with violet or red blue. okay، لانه هي بدها تاخذ ال O2 كله. okay، من الطحالب هاي. okay، طيب فلا بقول لك احنا لما نقارن الرسمه A والرسمه B، حكينا الرسمه A اللي هي بتعطيني الابسوربشن سبيكترم والرسمه B اللي هي الاكشن سبيكترم. فبقول لك انه الابسوربشن سبيكترم او عفوا الاكشن سبيكترم فور فوتوسينثيسيس بيكون بالعاده ماتش برودر ذان ذا ابسوربشن سبيكترم. فبدي اطلع على الكلوروفيل A مثلا، طلعت معي كثير عريضه الرسمه لما عملناها على الاكشن سبيكترم، بينما طلعت معي هيك نحيفه شوي لما عملنا لها ميجرمنت على الابسوربشن سبيكترم. ليش هذا الحكي صار؟ Because absorption spectrum of chlorophyll A alone underestimates the effectiveness of certain wavelengths in drive photosynthesis. لأن absorption spectrum بالعادة لأنه كتير ضيق بتطلع فيه الرسمة، okay، it underestimates the effectiveness، بتقلل من فعالية، يعني بتقلل تقدير فعالية ال wavelengths في إنها تمتص الضوء وإنها تعمل photosynthesis. عشان هيك الأكشن سبيكترم هو اللي بيوضح لي فعاليتها. طب ليش بتقلل فعاليتهم أو ليش بتقلل من تقدير فعاليتهم؟ يعني هم فعالين بس هي بتقلل من تقديرهم. This is partly because accessory pigments with different absorption spectra also present in chloroplasts including chlorophyll B and carotenoids broaden the spectrum of colors that can be used for photosynthesis. إذا هذا بسبب وجود الكاروتينويد وبسبب وجود الكلوروفيل A، لانه انا بالابسوربشن سبيكترم انا ما عمالي بقيس بس الكلوروفيل A، انا عم بقيس كلوروفيل A كلوروفيل B وكاروتينويدز اللي هم دول كمان بيشتغلوا وبيمتصوا ضوء، بينما في الاكشن سبيكترم لا انا عم بقيس كلوروفيل A لحالها. اوكي، سو هلا بدنا نطلع على الشكل تبع الكلوروفيل A والشكل تبع الكلوروفيل B. يا جماعه هذا شكل الكلوروفيل. اوكي، شكل الكلوروفيل هو عبارة عن بورفيرين رينج. يا جماعة البورفيرين رينج هي موجودة كمان بالهيموغلوبين، يعني شكل الكلوروفيل بيشبه شكل الهيموغلوبين اللي موجود بدمنا. بس شو الفرق بين الهيموغلوبين الموجود بدمنا وبين الكلوروفيل؟ انه الكلوروفيل فيه بالنص مجموعة مغنيسيوم، بينما احنا في الهيموغلوبين اللي بدمنا في مجموعة حديد، اوكي، اف اي احنا عندنا، بينما في النباتات البورفيرين رينج بيكون بالنص في جواتها مغنيسيوم. طيب شو الفرق بين الكلوروفيل A وبين الكلوروفيل B؟ الفرق بين الكلوروفيل A والكلوروفيل B انه بالبورفيرين رينج بيكون عندي هون CH3 لما تكون كلوروفيل A، بينما بالكلوروفيل B لا بيكون عندي CHO. كيف هذا الشيء بيخلي السبيكترم تبعهم يختلف؟ كمان حكينا احنا انه عندي الكلوروفيل بشكل عام يتكون من بورفيرين رينج ويتكون من هيدروكربون تيل. الهيدروكربون تيل هذا بيعمل انتر اكشن مع الهيدروفوبيك ريجن بالبروتينات اللي جوات الثايلاكويد ميمبرين. اوكي، لانه هيدروكربون هيدروفوبيك بيكونوا بالعاده الهيدروكربون. اوكي، طيب a slight structural difference between them between the chlorophyll A and chlorophyll B مثل ما اتفقنا is enough كافي جدا to cause the two pigments to absorb slightly different wavelengths in the red and blue parts of the spectrum. عشان هيك هم بيفرقوا عن بعض. As a result chlorophyll A appears blue green لونها ببين اخضر مزرق، بينما الكلوروفيل B olive green under visible light بلاقيها لونها اخضر زيتوني الكلوروفيل B، بين الكلوروفيل A بلاقيها باللون الاخضر المزرق. اوكي، طيب هلا بنحكي على الكاروتينويدز. الكاروتينويدز هم عباره عن هيدروكربونز that are various shades of yellow and orange.
اوكي بيعملوا شيدنج، بيعكسوا اليلو والاورنج. ليش؟ بيكوز ذي ابسورب الفايوليت اند بلو جرين لايت، بيمتصوا الفايوليت والبلو والجرين. كاروتينويدز مي برودن ذا سبيكترم اوف كلرز ذات اكت ان فوتوسينثيسيس، اوكي that act to drive the photosynthesis. إذن هم بيعملوا broadening للabsorption spectrum للأطياف اللي ممكن تشتغل في photosynthesis، وهذا إشي منيح، أوكي بزيدوا الطاقة لهم. However, a more important function of at least some carotenoids seems to be photoprotection. إذن الأهمية العظمى للكاروتينويدز لا تبرز في شغلها بالphotosynthesis بقدر ما إنها تبرز في شغلها بالphotoprotection. شو يعني photoprotection؟ بقول لك إنه الكاروتينويدز هدول they absorb and dissipate excessive light energy that would otherwise damage chlorophyll or interact with oxygen forming reactive oxidative molecules that are dangerous to the cell. بقول لك إنه هدول the compounds they absorb and dissipate excessive light energy، يعني بيمتصوا وبتخلصوا من اللايت انرجي اللي زيادة عن اللزوم اللي ممكن انها تدمر لي الكلوروفيل، او انها ممكن انه to interact with oxygen، تتفاعل مع الاكسجين تعمل لي reactive oxidative molecules، تعمل شو بسموهم بسموهم هدول الاجسام الحرة، اوكي الاجسام المتفاعلة الحرة او الجذور الحرة، اوكي اللي بتطلع لما يتفاعلوا مع الاكسجين، هدول dangerous لأنهم ممكن يقتلوا الخلية، فوجود الكاروتينويدز بيحميهم. أوكي interestingly بشكل مثير للاهتمام carotenoids similar to the photoprotective ones in chloroplasts have photoprotective role in human eye. وإحنا حكينا هذا الإشي لما ناكل إحنا كاروتس أو جزر أو ناكل خضار وفواكه وهيك بيكون فيهم carotenoids كتير، أوكي فهذا الإشي بيحمي عيوننا من الأكسدة. These and related molecules are of course found naturally in many vegetables and fruits. They are also often advertised in health food products as phytochemicals. إذا أحيانا بتلاقوهم بالإعلانات بيحكوا عنهم phytochemicals. The phytochemicals هم نفسهم اللي بيعملوا photoprotection، هم نفسهم الكاروتينويدز. Okay. Some of which بعض منهم إلو antioxidant properties، إلو خصائص مضادة للأكسدة. Okay. فبقول لك البلانتس بتطلع لي اول الانتي اوكسيدانت اللي بتحتاجها البلانت نفسها، بينما احنا بنتغذى على البلانتس عشان نحصل على هاي المواد، عشان هيك احنا مستهلكات والنباتات منتجات. اوكي يعطيكم العافية.